مش مغاديش ماشي مشكل ماشي مشكل. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في مباشره من سطات من مآسي الحياه. معنا السي مصطفى موظف بمديريه المياه والغابات كيسكن بن حمد. تعرض للطرد والتشرد من السكن الوظيفي ديالو، وليداتو مساكن غير في الزنقه، كيطالب بالانصاف ديالو. غادي يحكي لنا شنو واقع. تفضل السي مصطفى عاودنا شنو. السلام عليكم. سيدي انا تعرضت لجمله من تفضل السي مصطفى. تعرضت لجمله من الاعتداءات في هذاك السكن الوظيفي اللي كنت كنسكن فيه. تعدوا عليا الناس وبعد شي تخلويض خلوضوا تخلويض شلات خلويض تما وقع ليا. لا تفضل تفضل تفضل. يعني يعني حنا حاسين بالصدمه ديالك وحاسين حاسين حاسين بالصدمه ديالك وحاسين بمجموعه من الامور. يعني وقعت شي خروقات في الاداره. بغيناك تقول لينا السي مصطفى. السي مصطفى يعني انه تابعوك بانك تخرج من السكن الوظيفي. علاش 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 انت باقي ما وصلتيش السن التقاعد دابا باغي تخرج من السكن الوظيفي؟ علاش؟ انا كنت ضحيه ديال واحد التامر يدير من المسؤولين ديالي اللي تامروا عليا باش يبقوا على واحد الشغل اللي قدرت لي على القوه ديالي كامله. انا وصلت. كيفاش وقعت لك هذه الحادثه ديال الشغل؟ حادثه الشغل كانت في المضمار ديال الخدمه. نعم. وقت الخدمه. نعم. مع واحد السيد مقاول وكان تقني سابق بالمصلحه. نعم. ديال الغابويه. اللي تم الاسقاط ديالي من فوق السطح ديال ذاك السكن. ترتبت عليه 9 الهرسات. نعم. وزياده على فوق هذاك قبل كانت عندي 2 هرسات ديال واحد الاعتداء. داخل وسط البيرو. نعم. ماشي خارج. شنو كنتي كتشتغل كموظف مساعد تقني؟ كنت موظف مساعد تقني، كنت عاون التنفيذ. عاون التنفيذ. كنت عاون التنفيذ من بعدها طلعت مساعد تقني. وكنت كموظف كنت معني بالمراقبه بجميع ما يمكن في مواكبه الاعمال ديال الاداره ديال المساعدين ديال التقنيين. نعم. الغابويين. نعم. وسميتو هادشي اللي وقع ليا من يعني بعدها. تعرضتي لهذ الحادثه ديال الشغل. دليتي بشي شواهد طبيه؟ دليت بشواهد طبيه كان كيتستروا عليهم. ما كانش في الاول كنت كنعطيهم كيشدوا واحد الوقيته ولا يقولوا لي لا بلاش 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 ما عندك ما دير سميتو غير سير. وشنو السبب؟ السبب لانه خرقوا القانون. ما تمش التصريح بيا في حادثه الشغل نظرا ملي جات الطوموبيل ديال الاسعاف ديال الوقايه المدنيه. وحتى الشرطه تما داروا واحد المحضره ديال الحادثه. فين وقعت بالضبط؟ وسط المكتب. وسط واحد السكن اللي تابع للمكتب تما. فين كان هذا المجال الشغال ديالك؟ فين كنتي خدام؟ كنت في مراقبه صيانه المنازل الغابويه. المنازل الغابويه في مدينه بالضبط؟ فين وقعت؟ بن حمد. نعم. بن حمد اللي من 2005 وانا كنقطن كنسكنها. نعم. وتعرضت لشتا من تعذيب. الوليدات ديالي كذلك مثال تما تعذبوا معايا. شفنا الوضعيه ديال الوليدات مكرفسين ولا دابا راه حاليا راه فقدوا الثقه في المؤسسه القانونيه. فقدوا الثقه ولا عندهم واحد الحاله ديال التنمر. وانا كموظف ديال الدوله انا ما قبلتش انهم وصلوا لهذه الحاله لان ضد القانون. وشكون اللي دارها؟ داروها المسؤولين الاداريين هما اللي داروا هذا الشيء. حاولتي تقدمتي يا سي قدمت شكايه سي مصطفى. حاولتي تقدمتي بدعوه في المحكمه الاداريه. درت دعوه في المحكمه الاداريه. فين وصلت الامور؟ باقى حاليا ما كاين حتى شي حاجه لدرجه انه تستروا على شواهد طبيه دليت بها ومشات مشات في الاداره. تم يعني الاستحواذ عليها ولا تستر عليها ولا نعلم الله كيفاش داروا لها ولا لحوها في البوبيل. نعم. هادشي اللي بان لي انا دابا حاليا. من بعد ولاو كيطالبوك بالافراغ من السكن الوظيفي. اييه. وقبل ما يسلكوا معايا هذا المسلك ديال العزل
كانوا قال لك غادي نديروا لك تقاعد نسبي هو المعاش. ملي خرجوا كوثيقه خرجوا لي واحد الوثيقه واحد المقرر، ملي مشيت انا كنقلب على هذاك سميتو هذاك المقرر ما كاينش، غير وهمي غير حبر على ورق، هادشي اللي كاين. سي مصطفى تعرضتي للمضايقات بزاف، شفنا الوليدات، شفنا الوضعيه ديال البنت ديالك لانها تعرضت للتعذيب من طرف الزوج ديالها يعني كيفاش هاد الامور وجهت غير هكاك صدفه ولا كان؟ لا ما لا لا ماشي بالصدفه. نعم كان وفق واحد تخطيط. نعم كان تخطيط لهادشي. نعم لانه الجهات اللي مسؤوله واللي كان نشكل عليها خطر في النزاهه ديالي ولا في الشفافيه ديالي اللي كنت انا خارج معاهم في الميدان، حسوا هذا الخطر، تم الاستغلال ديال هذاك الشيء في الجانب السلبي ديالي. ملي دكدكت داروا ما بغاو، تلاحوني للخلان عام سيدي. الحاله النفسيه ديال الوليدات السي مصطفى كيف دايره؟ كيعيشوا واحد الترهيب فكري دابا حاليا، واحد عدم الثقه، وكيعانيوا من ترهيب فكري. اليوم غدا يجي يودينا، كنعيط لهم انا في التليفون كيقول لي بابا فين كنت دابا راه عرفتي شنو، كيوالو كي غادي يجيو. الام ديالهم مصره، صرات قالت لك ما نخرجش انا من هنا. علاش؟ لانه شافوا عايشوا جميع العذاب اللي شافوه باهم كيتعذبهم، حتى هما يتعذبوا تما. وفي الاخر كان الجزاء ديالهم هو الافراغ من طرد من السكن الوظيفي. من بعد ما الاستفاده ديالي اللي كانت كهبه ملكيه ضمن كاريان سونترال حتى هي تم الاستحواذ عليها. كانوا خرجوا فيها مستند، واحد مستند رسمي، هي واحد التوصيل ديال الاستفاده رسميه، وفيه بقعه رفقه ديال الام ديالي، انا والام ديالي، حيدوا لي النص ديالي وعطوها النص ديالها. هاد الشيء اللي كاين. شنو كطالب دابا سي انا كنطالب ديالك اللي كتوجهي من خلال هذا المنبر ديالك؟ انا كنوجه من هذا المنبر، كنوجه النداء ديالي لصاحب الجلاله الملك السيد محمد السادس نصره الله باش يتدخل ليا في هذا المشكل، والله ينصره على الدوام وجميع المسؤولين النزهاء والشرفاء. هذا الشيء اللي كان نطلب انايا. سي مصطفى هذا كان النداء ديالك. إيه؟ يعني كيفاش كتشوف انت هذه الحاله اللي تعرضتي ليها وهذه الوضعيه اللي انت فيها دابا؟ انت دابا ما جابرش الوليدات، شفناهم ما جابرينش ما ياكلوا. انت دابا غير في الزنقه يعني. كنمشي ندور، كنمشي من هنا من عند هذا السيد باش كنعيش. ودابا واحد الوليد عندي هو اللي هاز كل شيء، هاز الدار باقي حتى ما مكملش القرايه ديالو. هو مسكين باقي ما كملش القرايه، جنى عليه. تا هو ضحيه ديال هاد القرارات الاداريه ولا هاد القضاء اللي خرجوا صغير في السن المبكره، خرج مسكين كيدفع الكروسه باش يجيب لخوياته ياكلوا، وانا تانا وهذيك الساعه باقي كنحس ولات عندي ازمه نفسيه واعاقه جسمانيه في هذيك الحاله. وكان هو بحال واحد السند، ولاني ملي كان جيت نشوف من جيتو مسكين، انا هو الضحي، انا كنت بحال الجاني، ولكن الجاني الكبير هما الاداره هي اللي جنات عليا. تنظيم بغيت تقول لهاد الناس ديال الاداره اللي خلوك في هذه الوضعيه؟ خليتهم الله سبحانه وتعالى ويحكموا الضمير ديالهم قبل ما ينعس يفكر اش دار. بغيت انا كنوجه النداء باش يفكر قبل ما ينعس، يفكر اش دار في هذا الغالمي هذا، في هذا السيد هذا اللي كيشوف دابا حاليا. هادشي اللي بغيت. سي مصطفى الغالمي يعني هاد الكلمه اللي وجهتيها للمسؤولين، شنو كتبغي تقول للمغاربه داخل المغرب وخارج المغرب؟ الحيطه والحذر من جميع ما يمكنه توسيع الاستغلال الفكري واستغلال الموظفين باش ما يستغلوهمش بعض المدراء، ما يمشي لشي بلاصه حتى يكون المشيان ديالو مبرر. هذا هو رساله، وهذه كان رساله. كيف ما تشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من دين ستاس، كان لنا لقاء مع سي مصطفى الغالمي اللي موظف مديريه المياه والغابات واللي تعرض للطرد
من السكن الوظيفي ديالو، كيعيش حاله ديال التشرد هو والوليدات ديالو والزوجه ديالو، في واحد الحاله يرثى لها. كيوجه النداء ديالو للقضاء باش ينصفوا المسؤولين باش يشوفوا من حالو. كنشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر. الله يدير شي تاويل ديال الخير اسي مصطفى. اللهم امين، اللهم امين.